الرئيس السيسي يوجه ببلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي. المصريون في الخارج يختتمون اليوم عمليات التصويت عبر البريد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ. وزير الخارجية الروسي يبدأ اليوم زيارة إلى دمشق، هي الأولى له منذ 2012. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم وهذه نشرة أخبار جديدة من النيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع وزاري بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر، كما وجه خلال اجتماع وزاري آخر بسرعة الانتهاء من إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان وفق أرقى المعايير ومضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والسادة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مركز البحوث الزراعية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطط الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، مشدداً سيادته على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وذلك تحقيقاً لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعية على المستويين الأفقي والرأسي بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة. وقد قام السيد وزير الزراعة بعرض آليات ومحاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية والتي تستهدف الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، كما تم استعراض الوضع الزراعي في مصر بما فيه الصادرات الزراعية وتوزيع نسبة المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن عرض التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة في مصر. كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الزراعة في تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق والإرشاد الزراعي للفلاحين، بالإضافة إلى عرض الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة بشأن محاور تنظيم وتحديث منظومة الري الحقلي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجنة واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وكذلك المشروع القومي للبتلو. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، موجها سيادته بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها لما تحققه من مردود غذائي وصحي واقتصادي على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلاً عن قيمتها المضافة في إطار التغذية المدرسية. كما تم استعراض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه السيد الرئيس بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
يختتم المصريون في الخارج اليوم التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى عبر البريد على مدار يومين، على أن تجرى الانتخابات في الداخل يومي 8 و9 من سبتمبر الجاري، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه 16 من سبتمبر. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل مصطفى عبد الله مراسل النيل من فيينا. الزميل مصطفى، صباح الخير، كيف تتابع سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وأيضا التسهيلات المقدمة للمصريين لحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم؟ صباح الخير أستاذ عمرو، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الكرام. هو استأنف صباح اليوم الاثنين تصويت المصريين بالنمسا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وده من خلال البريد، يعني ما فيش حد بيجي على السفارة. وطبعا يعني الرصد بيتم بعد وصول الخطابات اللي هي مش ممكن تكون يعني وصلت النهاردة، لأن امبارح كان زي ما حضرتك عارف ويكند الحد كان إجازة، هتبدا يعني الخطابات توصل من النهارده ويبدا فتحها. والحقيقه المستشار الوزير المفوض حازم اللي هو القائم باعمال السفاره عشان لسه السفير الجديد ما وصلش، اكد على ان استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ ده استحقاق مهم، وخصوصا انه بيتم في ظروف استثنائيه، ولذلك بيطالب كل المصريين بالنمسا وبالخارج عموما ضرورة الاهتمام بهذا الحدث الديمقراطي، وضرورة الإدلاء بأصواتهم عبر البريد، لأنه بيتم كمان في ظروف غير طبيعية بسبب حظر التجمعات بسبب جائحة كورونا اللي بسببها أيضا الحكومة النمساوية واخدة إجراءات احترازية كانت سبب في أن ما حدش يروح السفارة لتأمين وسلامة المصريين والنمساويين المقيمين بالنمسا. الحقيقة أبناء الجالية المصرية في النمسا كلهم بيشيدوا بالجهود في داخل مصر وبتحركات مصرنا الحبيبة اللي ممثلة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس الإنسان البطل عبد الفتاح السيسي. صحيح. وربنا يوفق مصر باستمرار. آمين يا رب. للتقدم والازدهار. آمين. الزميل مصطفى عبد الله كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات عاجلة لمتضرر السيول بدولة السودان الشقيقة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضرر السيول من الأشقاء بدولة السودان، حيث أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم، محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.
من جانبه وجه المسؤولون في دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التي تمر بها بلادهم. نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والتجلة للحكومة المصرية والشعب المصري على وصول أول طيارتين من دولة مصر الشقيقة، وده طبعا بيعكس روابط الأخوة ما بين البلدين، وأكيد ما بيناتنا علاقة النيل الخالدة المقدسة. نحن شاكرين شكر جزيل لسرعة الاستجابة، وطبعا ده يعني حاجة معروفة للشعب المصري والأخوان في مصر. شكرا جزيلا. تأتي تلك المساعدات تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، واستعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد. في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد الضحايا ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات منذ بداية فصل الخريف من العام الجاري إلى أكثر من 100 وفاة و46 مصابة. وقد بدأت عدة وزارات وهيئات حكومية سودانية في المشاركة بعمليات الإجلاء للمتضررين وتجهيز المخيمات الإغاثية لهم. تخوض الأسر السودانية معركة النجاة من الفيضانات غير المسبوقة التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود. وفقا للحكومة السودانية، أسفرت الفيضانات عن مقتل العشرات وتضرر أكثر من نصف مليون فرد وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100,000 منزل. وبدأت عدة وزارات وهيئات حكومية في المشاركة بعمليات الإجلاء للمتضررين وتجهيز المخيمات الإغاثية لهم. لما جيت لقيت الموية خشيت جوا، لما جيت لقيت الوادي لقيت الموية ده حد هنا للجماعة، قلت له والله السنة موية ده كثير. قال له كثير وين؟ قال له والله أكثر موية السنة. قال له الموية البارك كان حد هنا. برضو جات السيل دي دمرت البلد دي، لكن هسي سيد الوالي جانا برضو واتبرع علينا، قال لي يا أخي يجيب تراب أردم. معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988، وفي أحدث إحصاء لها قالت الحكومة السودانية إن مناسيب النيل في العاصمة الخرطوم سجلت 17.66 مترا لتفوق أعلى قمة مسجلة وهي 17.26 مترا. وفي سبيل مواجهة تداعيات الفيضانات والأمطار والعمل على تقديم المساعدة للمتضررين، أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه في اتصال هاتفي أن المملكة حريصة على التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وأكد أن السعودية تدعم المبادرة العربية للسلام، معربا عن تقديره للجهود الأمريكية لإحلال السلام في المنطقة. كما بحث الزعيمان أعمال مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الاثنين برئاسة السعودية والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا. يصل اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الأولى له منذ عام 2012. كان وفد روسي رفيع المستوى ترأسه رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسيوف قد وصل أمس إلى العاصمة دمشق في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات. صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع تعديل الدستور كما اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون تمهيدا لعرضه على البرلمان. على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي. صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع تعديل الدستور كما اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون. تبون أكد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي الجزائري، مضيفا أنه حرص على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا على نطاق واسع من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من 4 أشهر. من جانبهم رفض ناشط الحراك الشعبي
وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، مطالبين بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور البلاد، معتبرين البرلمان الحالي ممثلا لعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتشمل مسودة التعديلات الدستورية في الجزائر منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية. وسيحتاج تطبيق تلك التعديلات إذا تمت الموافقة عليها إقرار عدد من القوانين تتماشى مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها كما وصفها الرئيس الجزائري. وينتظر أن يتم تقديم مشروع الدستور إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام القليلة المقبلة قبل الاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة للمشاركة في الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر المقبل. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر أمس الأحد. ارتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا في مصر إلى 5530، وارتفع إجمالي المصابين إلى 99863، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 78108 من المتعافين. تجاوز عدد إصابات كوفيد-19 في الهند ذلك المسجل في البرازيل لتصبح الدولة الأسيوية الثانية من حيث عدد الحالات على صعيد العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت الهند 4,200,000 إصابة منذ بدء تفشي الوباء بحسب بيانات وزارة الصحة، مقارنة ب 4,120,000 إصابة أعلنت في البرازيل و 6,250,000 إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 27,250,000، منها أكثر من 886,000 وفاة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، مسجلة أكثر من 6,400,000 إصابة وأكثر من 193,000 وفاة. ما يقرب من 3,000 إصابة جديدة تم تسجيلها في يوم واحد كانت كافية لتثير القلق من جديد في بريطانيا بشأن انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد. الزيادة التي تعتبر القفز الأعلى في الإصابات من مايو دفعت وزير الصحة البريطاني لدق ناقوس الخطر مجددا، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن الحكومة ستواصل استخدام إجراءات العزل للمساعدة في كبح تفشي المرض، لكن التباعد الاجتماعي سيظل هو الإجراء الأهم. سنأخذ جميع الإجراءات الاحترازية الضرورية، ولكن يبقى خط الدفاع الأول هو اتباع المواطنين لإجراءات التباعد الاجتماعي. نحن أيضا مستمرون في إجراء الاختبارات وتتبع الحالات، ويمكننا استخدام سياسة الإغلاق المحلي، وسوف نستخدمها بالفعل إذا كانت هناك ضرورة لذلك. بريطانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من وباء كورونا، وقد سجلت ما يقرب من 350,000 إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 41,000 وفاة. وبعيداً عن بريطانيا وعلى الجهة الأخرى للمحيط الأطلسي، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعيش مخاوف تفشي الفيروس، وقد سجلت 22 ولاية من الولايات الخمسين تزايداً في حالات الإصابة بالفيروس في مؤشر ينذر بالخطر قبل عطلة يوم العمال في الولايات المتحدة، والذي يحفل بتجمعات الأسرية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية احتفالاً بانتهاء فصل الصيف. لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وقد سجلت أكثر من 188,000 وفاة وما يقرب من 6,250,000 إصابة.
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم إلقاء القبض على رجل يبلغ 27 عاما يشتبه في أنه منفذ عمليات الطعن التي أسفرت أمس عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بينهم 2 في حالة خطرة في برمنغهام ثاني مدن بريطانيا. وقالت الشرطة إن الرجل يشتبه في ارتكابه عملية قتل و7 محاولات قتل خلال سلسلة هجمات بالسكين في برمنغهام. يستأنف القضاء البريطاني اليوم على مدار 3 أو 4 أسابيع درس طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات الآلاف من الوثائق السرية. ودعا أنصار أسانج إلى تظاهرة صباح اليوم خارج محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن. ويقبع أسانج حاليا في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في العاصمة البريطانية. أعلنت السلطات الإندونيسية وصول نحو 300 من مسلمي الروهينجا إلى أراضيها بعدما قضوا 7 أشهر في عرض البحر في واحدة من أكبر الدفعات المهاجرة من أقلية الروهينجا التي يتم إنقاذها خلال سنوات. ويفر مئات الآلاف من الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية بسبب قمع الجيش، ويعيش كثيرون في مخيمات لاجئين مكتظة ببنغلاديش. ويخشى نشطاء حقوقيون من أن أعدادا كبيرة من الروهينجا ذهبوا إلى البحر هربا من الاضطهاد المستمر في ميانمار والمشقة في مخيمات بنغلاديش. نهاية النشرة، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه ببلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي. المصريون في الخارج يختتمون اليوم عمليات التصويت عبر البريد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ. وزير الخارجية الروسي يبدأ اليوم زيارة إلى دمشق هي الأولى له منذ عام 2012. انتهت نشرتنا، في أمان الله.